ازيكم في فيديو جديد في قناتي ملك دوت ام. النهاردة الفيديو زي ما قرأته في العنوان هيكون عن ردة فعلي على التيك توك. اوكي، بس قبل ما اعمل الفيديو او اكمله، انا بتحداكم انتوا تعملوا لايك كبير 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 وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشعارات اذا انتم مكنتوش مشتركين فيها في 5 ثواني بس. فيلا هبدأ اعدي 1 2 3 4 5. فشكرا جدا للي عمل تحدي وفاز فيه، ويلا نبدا في الفيديو. طيب انا اصلا قبل كده، شوفوا انا نزلت التيك توك. اوكي، انا منزله التيك توك اصلا، نزلته وصراحه بدات فيه. اوكي، يعني نزلت فيه فيديو، كنت عايزه اشوف الوضع او كده، وبعد ما اخلص الفيديو ده هنزل كمان فيه فيديو. فهسيب لكم رابط التيك توك في صندوق الوصف اول تعليق مع رابط الانستغرام، ويلا نبدا. طيب نشوف. I feel like I'm never going to be happy again. انا كل اللي فهمه عن التيك توك انه ناس بتشغل اغاني. اوكي، هسيب لكم الفيديو هنا او كده في حته هنا، انه الناس بتشغل اغاني يا بتمثل عليه يا بتقلد او تفهم المعنى وتمثل كده، فاهمين قصدي؟ ف يعني في الفيديو ده معنى الكلام انه هي مش قادره تستحمله كده، مع انه هو اصلا وراها وجايب معاها ورد، انه هو يعني بيحبها شكله او كده، فاهمين قصدي؟ ف في ترند جديد انه انتوا في الفيديوهات على التيك توك، في ترند جديد انه انتوا تصوروا الفيديو بالمعكوس والمفروض تسيفوه وتروحوا على سناب شات وتعكسوه تاني عشان تفهموا ايه المعنى من الفيديو ده او ايه اللي حصل بالظبط. يعني هو هنا كده العكس، فانتوا مش فاهمين. فانا اعتقد انه البنت دي اصلا هي اطول منهم التلاتة، واللي في النص ده هو اصلا كان بداية الصغير ده، فهي الطويلة دي خدت من وسط وتدي للصغير. حبيت التوأم دول على فكرة، مع انه هما اصلا يمكن يعني مش اجانب، هما لغة تانية. وبيكون مكتوب وانتوا بتنزلوا الفيديو، بتعملوا هاشتاج، بتعملوا سؤال، بتعملوا حاجات حركة انه الناس تتجاوب معاكم او تكتب لكم كومنتات وكده. وقولوا لي اذا انتوا بتحبوا التيك توك، بتحبوا تنزلوا عليه فيديوهات، بتحبوا انزل عليه فيديوهات اي نوع كده، فاهمين قصدي؟ جربتوا قبل كده التيك توك؟ وقولوا لي اذا انتوا بتحبوا الانستغرام اكتر او التيك توك. في كمان ترند جديد انه في اغاني انتوا بتخليكم تتوتروا، في اغاني بتيجي هو ما بيكونش اصلا او هي ما بتكونش ورت وشها قبل كده لاي من متابعينها على التيك توك، والاغنيه دي في مقطع بتوري وشها وتقفل على طول الفيديو وبعدين تشيل وشها، يعني انه لازم توقف الفيديو موعد محدد عشان تقدروا تشوفوها، فاهمين قصدي؟ بحب كتير الرسم صراحة. هو شكل الرسم كتير الرسم، عجبني والله. ده شعره؟ انا فكرته طاقيه بالزمه، ده شعر راجل. والله ده اكره حاجه عليا، انه الرجاله بيربوا شعر اكتر من البنات، بيعتنوا في شعرهم اكتر من البنات، تخيلوا.
ايه ده شعره فعلا. والله فكرت طاقيه. Walk a mile in these Louboutins. والله حرام فعلا. But they don't wear these sheets where I'm from. في ناس فعلا. في ناس فعلا يعني. Impossible. 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 انه يعني لما بيذاكر المستحيل كل الناس بتقول عليه انت مستحيل انك تذاكر، ازاي بتذاكر اصلا؟ فاهمين؟ على فكرة أنا هعمل أغنية أو هعمل الفيديو الجاي في التيك توك واحد من الأغاني اللي أنا شفتها، يعني دلوقتي أنا صاحبة عادي على فيديوهات وبشوف أغانيها، ففي أغنية يعني هعمل عليها تيك توك، وأنا أصلا already عملت واحد، فشوفوا التيك توك بتاعي هسيب لكم الرابط زي ما قلت لكم في صندوق الوصف أول تعليق مع الإنستجرام. المشكلة أنا مبفهمش اللغة، لازم اعمل سي ترانزليشن. ما تقدر نفهم في ناس كمان صحرة، مش صحرة، هم بيقولوا عن نفسهم صحرة بس مش صحرة، يعني في ناس كده اسمها ايه اللي هي بتاع مش عارفة حاجة، انه بيخدعوا الناس، فاهمين قصدي؟ بيقولوا افضلوا بصوا على النقطة اللي في النص وهتلاقوا مش عارفة ايه، وهتلاقوا التيشيرت بيتحرك، هي حاجة طبيعية. Head down, cross town. Grab, okay. Grab the mobile. بتقول إنه يعني عمره ما هيقع. طب ليه نعمل كده أصلا؟ Ayo, summer 19 check. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Ayo. I owe so much soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are. You bring the corsets, Phil brings the cinches. No one wants a waste over. Девчонки, шпротная диета, все уходит. Шуфту? Девчонки, шпротная диета. Coming up.
you're a nice guy. I'll think about it maybe. XO baby. Here we go. You sent him kisses. I didn't know I would move in with his miss. This next part's my favorite part of this time show. تعملوا أكل، تحبوا تعملوا تحديات، تحبوا تعملوا أسئلة، تحبوا تعملوا على فيديوهات مشهورة أو كده. أنا الصراحة عادي يعني. صراحة حلو، بس مين اللي يسيب الأمن أمز عشان يعمل اللوحة؟ وبكده نكون خلصنا الفيديو حبايبي. واتمنى يعني تشتركوا في القناة اذا انتم مش مشتركين، وتفعلوا زر الاشعارات، وتعملوا شير 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 كتير كتير لكل كل شخص انتم تعرفوه، وتعملوا لايك كبير. وهسيب لكم رابط الانستغرام في صندوق الوصف اول تعليق، وهنا كمان احط لكم رابط الانستغرام، مش رابط، اسمي على الانستغرام. واشوفكم في الفيديو الجاي. يلا باي.